الباب خبط والخط يشتد وده قام يفتح ملقاش ولا حد وفايس الضحك واخدها بجد جزر المنصور لا بيتهدد ولا يتردد عمال يبني والدنيا تهد قلبه تنتش لما تهرب ولما كبرت حاولت امي انها تقابل ابويا الله يرحمه بس هو رفض وطلقها كمان لانه كان في الوقت ده متجوز مامتكو قبل ما يتجوز اميره ودخلت مدارس هنا ابتدائي واعدادي وثانوي وطلعت بطاقه وكمان دخلت كليه التجاره جامعه القاهره وفي سهره من السهرات كنت سهران انا واصحابي كنا كلنا كابلز ودخل علينا ابن مسؤول كبير وكانت عينيه كلها شر وبص للبنت اللي كانت معايا وحب يتحرش بيها ويضايقني ايه ده ايه ده في ايه انت اللي بتعمله ده يلا يلا يا نهار اسود ده مات ده بيطلع في الروح حد يطلب الاسعاف وروحت جري على البيت حكيت لامي كل اللي حصل وفي اسرع وقت عملت لي جواز مزور تركي باسم بوب وسافرنا تركيا
ومرت السنين والمرض هاجم امي ودخلت المستشفى واضطريت اشتغل اي حاجه وكل حاجه عشان اصرف عليها وعلى مصاريف علاجها. وفي اواخر ايامها اتصلت بابويا وقالت له: عبدالله، يمكن تكون دي اخر مره اكلمك. انا عندي سرطان وممكن اموت بعد شهور او اسابيع. بفكرك بيبنى القصر، هو محتاج لك من بعدي. عبدالله، انت راجل مسلم، تعرف ربنا اهتم بابنك. ابعت خده وانواني 10 ميدان الاستقلال. ومرت الشهور واتدينت وبعت الشقة وعشت عند واحد صاحبي كان عايش في كرفان. وبعدها ماتت أمي بعد صراع طويل مع المرض. وبعد كده جت أميرة هانم تدور عليا طبعا في العنوان القديم في تركيا، ما لقيتش حد. ابتدوا يدوروا عليا لغاية ما لقوني وقابلت أميرة هانم وعرضت عليا فكرتها الجهنمية، وهي إني أمثل دور جاسر مع إني قدامها كنت بوب. وطبعا أنا مقلتلهاش إن أنا جاسر عشان كنت خايف من الجريمة القديمة. أنت كذاب، كل اللي بتقوله ده كذب، كذاب، ما حصلش، كذاب. طبعا لازم تعمل كده لأنها اتهمتني بالتزوير وانتحال شخصية جاسر. طبعا لما رحت النيابة وكشفوا على أوراقي لقوا أوراقي كلها سليمة وما لقوش عليا أي قضية. أنا قلت إن القضية القديمة سقطت بمرور الوقت لغاية امبارح، بس لما كلمني صاحبي عصام النمر اللي كان معايا يوم الحادثة وقال لي إن ابن المسؤول قرر إنه ما يبلغش البوليس وقال إنه هينتقم بنفسه، ولما ما لقانيش انتقم من صاحبي عصام النمر. وعشان كده ده اللي خلى صاحبي يهاجر اليونان هو وامه. وجالك قلب يا جاسر طول السنين اللي فاتت دي تكون في مصر ما تسالش على بابا؟ ما هي امي الله يرحمها كانت مفهماني طول عمري ان ابويا كان ميت. انا عشت يتيم الاب وانا صغير، ويوم ما قررت انها تقول لي ان هو عايش جالها خبر وفاته فقالت لي الحقيقه انه كان عايش ومات. يعني يوم ما عرفت ان ابويا كان عايش عرفت انه مات. طب ليه يا جاسر طوعت اميره وجيت معاها مصر؟ زي ما اميره كانت عايزاني اكون بوب عشان تحولني العروسة ماريونيت تتحكم فيها زي ما هي عايزة، أنا كان نفسي أرجع جاسر. اسم جاسر وحشني، وكمان قلت أتعوض بقى عن سنين الحرمان اللي أنا شفتها وأرجع أخد ورث أبويا. بصراحة في الأول ما كانش في دماغي إن أنا أقرب منكم، لكن أول ما شفتكم لقيت إن إحساس العيلة أهم بكتير من كل فلوس الدنيا. رغم إنكم عملتوني بأسوأ في الأول، إلا أروى هي الوحيدة اللي كانت بتعاملني كويس قوي وعوضتني عن إحساس العيلة اللي أنا اتحرمت منه. أنا أخوكم الكبير ولازم أكون كبير وأكبر فوق أي حاجة تقدر تبعدني عنكم. إحساس كان نفسي فيه الله الله عليك. إخواتي وحتة مني وأنا قلبي حتة منكم، وكأن أبويا بينكم هتحب الولا عشانكم وحاخدكم من إيديكم لبر يكون أمان. أنا مطمن عليكم وحناني كله ليكم، هرسم ضحكة في عينيكم ارتاح يا أبويا. أنا أخوكم الكبير ولازم أكون كبير وأكبر فوق أي حاجة تقدر تبعدني عنكم.
بعد سنين في غربة راجع وانا كل رغبة راجع وانا كل رغبة عوض اللي فات مش ممكن اكون اناني هل ان الشمل تاني هل ان الشمل تاني انا واخواتي البنات هاخدكم من ايديكم لبر يكون امان انا مطمن عليكم وحناني كله ليكم هرسم ضحكه في عينيكم ارتاح يا ابويا انا اخوكم الكبير ولازم اكون كبير واكبر فوق اي حاجه تقدر تبعدني عنه انا اخوكم الكبير يا ايمي هانم انا عامل دراسة دقيقة تخلينا نخرج من الازمة المالية اللي احنا فيها وبحلول عملية بس للأسف اميرة هانم مش عايزة تسمع لحد ومصرة على حكاية البيع وانا شايف ان ده غلط بصراحة حرام طب حضرتك شايف ايه الحل العملي يا مستر نصير انا جالي عرض على الايميل من واحد من كبار رجال الاعمال في اليابان وعايز ايه الراجل ده هو اسمه مستر كوك وهو عارض علينا يسدد كل ديوننا البنكية في مقابل ان يكون ليه نسبة في الاسهم بتاعتنا يعني يكون شريك في المجموعة ها ايه رأيك يا جاسر انا شايف ان ده عرض كويس ايوة طبعا عرض كويس بس المهم النسبة دي قد ايه ده موضوع ممكن نبقى نناقشه معاه بعدين المهم شرطه التاني ايه هو هو عايز اسم المجموعة يبقى اسمها مجموعة المنصور وكوك ايه رأيكم ايه العملية لازم تتم الليلة الناس بيستعجلونا كده ما ينفعش على كل حال الرجالة جاهزة واللانشات كمان جاهزة طب والخمسة في الناس زيادة أميرة احنا ناقشنا الموضوع ده قبل كده وفي ناس تانية مستعدة تدفع أكتر وأنا اللي بتعرض للخطر أوكي بيكي أوكي الفلوس وقت التسليم أوكي يبقى نتقابل الليلة دي على اليخت والناس بتوعي هيكونوا هناك من بعد ده تخزن فيه يا صبري نفس المكان عشان اللانشات هترجع ترسى تاني فيه بس في حاجه لازم نتفق عليها ايه هي بقى جاسر لازم نخلص منه انت خلاص اتاكدت ان هو بعد ما افرجوا عنه ما بقاش في اي طريقه تانيه للبيع من غيره الا اننا نصفيه دي بقى مسائل عائليه ما تخصنيش انا شغلي متعطل في اوروبا يعني لازم اسافر النهارده قبل بكره نخلص العمليه الاول الليله دي وبعدين نشوف هنعمل ايه بس تعرفي يا اميره جاسر ده صعبان عليا قوي أصله شاب جانتي خسارة في الموت ألو أيوة يا جاسر بي أنا نونيا يلا يا بيبو اشرب العصير بتاعك عني كده ماشي يا عم بيبو خلو جاسر بقى ملوش لازمة دلوقتي احنا ما نقدرش نستغنى عنك ابدا يا جسور ما تقولش كده يا جاسر عمرنا ما ننسى جميلك ابدا عموما انا هقول لكم حاجة وهمشي على طول انا هعلن خطوبتكم ان شاء الله بعد المزاج اسكت علامة الرضا ماشي انا عايزكم بقى تشدوا حيلكم بعد الجواز كده وتخلفوا لنا سماعه صغيره باي يا ابني باي خير باي يا جاسر ايش يا عريس قالوا لي انك شاري اكثر من 20 ذبيحه وعازم كبار البلد اطمن يا شيخ كله هيكون تمام وحتشوف بعينك يلا روح طلع عروسه غزلانه من المكموره هذاني رايح اطلعها عشان تتحمم وتسوي شغلات الحريم وفي الليل ان شاء الله تكون موجوده ايه شكلك عازم ناس كتير في الفرح في الليله كله يكون موجود يا شيخ طيب اروح انا اشوف حالي وفي الليل اجي على الحفل مبروك يا ولدي ربنا يكثر افراحنا سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. خير يا عمور. انزل هات غزلانة من تحت. ماشي يا عمور. بسرعة. فارنوس بقولك اقف بقولك اقف سليمة إن شاء الله. أنا جبت لها المحلول ده مخصوص عشان صحتها ضعيفة، أنت ما بتأكلوهاش ولا إيه؟ يظهر ما كانتش بتاكل. عين. عين ردي عليا. عين. الحمد لله. جاسر. أنا فين جاسر؟ ما تخافيش يا حبيبتي. أنت هنا. أنت في المنتجع عندي. ما تخافيش، الدار أمان. الحمد لله على سلامتك. الو. ايوه يا جاسر بيه، انا نونيا. ايوه. ايه امتى؟ كويس كويس. فين؟ ماشي ماشي. طيب اوكي، باي باي. سلامتك. اسمعني زين، الحين تبلغ الشيخ سلمان وتقول له ان ابن المنصور خطف غزلانه. ايه؟ ايوه فندم.
جسد المنصور مع سيادتك. المعلومات جات لي دلوقتي، انا قلت ابلغ حضرتك اول ما عرفت على طول. الليله دي. طيب طيب انا جاي لحضرتك دلوقتي فورا. مع السلامه. جاسر تحسبني تاني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا عندي مشوار مهم لازم اعمله، وبعدين انا مش سايبك لوحدك، انا سايبك مع خديجه وغندي. لو عايزه اي حاجه كلموني على التليفون وهرجع لك بقى بحته مفاجاه. ما تخليش اي حد يقرب لك. خديجه مش هوصيك عليها، دي اختي يا جاسر بيه. غندي فتح عينك كويس. لا لا يا سعاده الباشا ما تجلكش. لا اله الا الله محمد رسول الله. طلباتك ايه يا شيخ سلمان؟ شوف يا جاسر بيه، احنا جايين ناخد بنتنا اللي خطفتها، ويا دار ما دخلت شر والا. لا لا لا،
بص يا شيخ سلمان، انا ما بحبش لغه التهديد دي. انا قبل كده جيت لك وطلبت ايد غزلانه بالذوق وانت رفضت. مش بس كده، سبتها بين الحياه والموت، وكمان انكرت انها موجوده. هذه بنتنا واحنا احرار بيها، وهذه عاداتنا وتقاليدنا. عاداتكم وتقاليدكم على عيني وعلى راسي، بس برضو مش الشرع بيقول انها لازم تختار اللي هتتجوزه وتوافق عليه، ولا انا غلطان؟ كلامك زين، بس ما كان لازم تخطفها، كان لازم تطلب يدها وهي وسط اهلها وعشيرتها. خلاص تاهت ولقيناها. النهارده غزلانه تروح معاك، وبكره حاجه اطلب ايدها منك على سنه الله ورسوله، وهتعمل فرحها بين اهلها وعشيرتها، بس على شرط. نقرا الفاتحه على الكلام ده دلوقتي. قلت ايه؟ هذا كلام زين. الفتحة ما تنكسر، نقرأ الفاتحة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح المزاد على أصول مجموعة المنصور بارادايس لسداد ديون مستحق. المزاد على 16 فرع المجموعة هنبدأ 140 مليون دولار. 150 مليون دولار. 200 مليون دولار. نص مليار دولار. نص مليار دولار. اوقف المزاد لو سمحت. في ايه يا استاذ جابر؟ ده اختار من البنك بوقف المزاد لصالح اصحاب المجموعه. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ جابر؟ ايوه يا جاسر يا ابن عبد الله المنصور. بتقول يا بقلب؟ يبقى شكلك اتاكد. ايوه يا ابني، التحاليل بتاع الدي ان ايه ظهرت وانت فعلا من صلب عبد الله المنصور، والشهادات الجي دي ار اتحطت في البنك لتغطيه المديونيه، وهيتبقى فلوس كتير. بجد يا استاذ جابر؟ عمو جابر نفسي اسمعها من ابن عبد الله المنصور. بالحضن يا عمي. معايا جاسر. I'm not afraid to die.
على الرملة ذكراك يا بنية القلب في جمرة مش بعد عليا اكتب على الرملة ذكراك يا بنية القلب في جمرة مش بعد عليا البعد خزمني الغي عزمني البعد خزمني الغي عزمني حربت هزمني تفضلوا يا عروس يا العريس يا ولدي هذه عروستك نقلتها من رقبتي لرقبتك صونها وترعاها مبروك عليكم يا ولدي فعناي يا بنجور بنجور انت مبروك يا عروب الله يبارك فيك يا قصور ربنا يخليك لي يا رب عارفة انت طبعا ألف مبروك ألف مبروك يا دكتور جسور ألف مبروك يا أمولة الله يبارك فيك ميرسي بجد يا أحلى أخ في الدنيا ألف مبروك ألف 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 مبروك أوه كنت ناسيكي تعالي مش وقته ربنا يكرمك يا جاسر بيه بركوني يا ام ربنا يخليك لينا يا اخويا الف مبروك حبيبي الله يبارك فيك اقول لك بقى يا غزلانه ولا اقول لك يا عين مبروك يا غزلانه الله يبارك فيك تسمعنا غنيوة بصوتك الجميل جاسر 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 كنت واخد بالي ان الحياة بحتالي ولا كنت واخد بالي ان الحياة بحتالي قدامي كل دوام كده انا والله غريب حالي يا نهار ابيض كان شاريني وانا قلبي
ما هو حنا